السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على الفوائد الصحيه للصوم. اول فائده غادي نتكلموا عليها هي التخلص من السموم اللي كتكون متجمعه في الذات مده سنه كامله. ثاني حاجه هي تجديد الخلايا ديال الجهاز الهضمي ديال الرئه وحتى ديال الكبد، لانه كيقوم بافراز هرمون ثانوي يوصل الهضم عن طريق الراحه اللي كيرتاح الجهاز الهضمي وخصوصا المعده خلال فتره الصيام، واللي عنده تاثير مباشر على الجهاز العصبي وعلى الراحه النفسيه ديال الانسان. ثالث فائده هي الحفاظ على الكتله العضليه والزياده منها خلال فتره الصيام، حيث كيف ما كنعرفوا ان الجسم خلال باش مازال ساعات الصيام 8 ساعات فما فوق كيقوم بافراز واحد الهرمون اللي هو هرمون النمو، اللي هو جي اش، اللي كيتفرز واللي كيعاوننا باش نجددوا الكتله العضليه ونغونفورسيوها. الفائدة الرابعة هي تقوية المناعة، وذلك عن طريق الميكانيزم دوتوفاجي اللي كنسميه بالعربية الالتهام الذاتي، حيث كتقوم الذات باش ما زدنا فترات أو الوقت ديال الصيام فوق من 10 ساعات 12 ساعة ديال الصيام، كيكون عندنا إفراز بروتينات اللي كتقوم بإتلاف الخلايا الميتة، الخلايا الضارة وحتى الخلايا السرطانية أو المسرطنة. باش نستافدوا من جميع الفوائد اللي ذكرنا دابا اللي هما كيتسموا معجزات الصيام، خاصنا ضروري كيف ما سبقنا وذكرنا نظام غذائي صحي لشرب الماء، نحيدوا الشبكيه والمعجنات والحلويات والدهنيات الضاره، وممارسه الرياضه بشكل معتدل.